الساعة الصباح الأولى نترك المدينة العريقة ساركين هذا الطريق المتجه شرقا عبر سباخ الملح. قيل لنا أنه غني بالآثار والتاريخ. وربما عليه نلتمس الخيوط الأولى لبداية ظهور الحضارة في هذه الربوع المهجورة. لم نكن بحاجة إلى أن نبتعد كثيرا. عند هذا الطريق الوحيد على بعد 5 كيلومترات فقط من تيشيت كان لنا موعد مع مرشدنا في هذه الرحلة. لهذا الطلل مكانة خاصة في الذاكرة المحلية يسمونه الدويرة، وإليها يعيدنا بداية تأسيس المدينة. هاي البليدة انجالها الدويرة، وقالوا عن الشريف عبد المؤمن شيء هنا تجاه جاي من فاس، وقالوا عنه شيء هون هذا البلد قالوا انه هو اللي كان يدور شئته يشم التراب ونزل هذاك البلد اللي فيه المسيد بارك حاله، وأسس المسيد هو الأول حق هون عسراء هذا البلد اللي هو مشارها تحوز عليه. قال سلو عن الزمن ماثل منه اللي باني فيه الدو. ومهما يكون من طبيعة السكان القدماء وطبيعة نشاطهم ما قبل تيشيت الحالية، فإن الذاكرة الشعبية لا تزال تحتفظ بأسماء قبائل ومجموعات بشرية عاشت فوق أديم هذه الصحراء، ربما حتى قبل أن تكون صحراء. وهون كلام كان بمبارة هذا هم لبواق الكانون جيد هم اللايسيري كلام هم هون تشيت ما هو قاد يفاصل ياسر منه ما هم مفاصل ياسر المسميات عليه تمر هون شين قال له درمسقن وشين قالوا باسبرك وشين قالوا قيد وشين قالوا درمقل وهذا كامل لا مسميات الناس ما تعرف يقولونها زيرية. يسودنا مرافقنا الإمام بمعلومات مهمة. هناك قوافل محملة بالملح ستغادر تيشيت هذا الصباح باتجاه الشرق الموريتاني. لازلنا غير بعيد من سباق الملح، والوقت مناسب لذلك نتوقف عن مساءلة هذه الأطلال ونتوجه إلى مقالع الملح لمشاهدة أحد أهم الأنشطة التجارية المعروفة في الصحراء. كما توقع مرافقنا، المقلع يشهد هذا الصباح حركة ونشاطا غير معهودين، وفيما نقترب تتضح ملامح المشهد. الرجال والجمال وطبعا أكياس الملح. رغم قوة الرياح هذا الصباح فإن المكان يعش بالنشاط كخلية نحل. لا يضيع هؤلاء الرجال دقيقة واحدة. القافلة المتجهة إلى أعماق الصحراء يجب أن تستفيد من برودة الصباح قبل ارتفاع الشمس. قالوا نشاء ومين ترتفد لا يتبرك الوسائل بين ربع سقايب ويفرقوا عليها لتر الجالب ويرفدوه وهو ثقيل هم لك اللي سمعتوا أيوة نمشوا من هون وفوف الشهر وإحنا مشرقي وعدنا هالين إحنا لهن جهونة لهن عدونا هون ديتين ولا يظل هون اليوم ولا اللي شي منا لا يرفد الصبح لكن اللي من يامس هون لا يرفد الصبح هو ثلاثة أيام في الصبح أما لك اللي سمعته أيوة شوف هاي الصبحة عقاء رفع عنها عقاء وإذا انقلت اليوم لا تصبح الصبح زارعة أما لك اللي سمعته مستفاد منها ياسر من المؤمنين.
ستسير هذه الدواب بأكياس الملح لعدة أسابيع، وهي مدربة مثل أصحابها على خوض غمار المجابات الكبرى. يجب ترويض الجمال العنيدة لتأخذ مكانها في القافلة. هؤلاء البدو يجيدون التعامل مع دوابهم. لذلك يقول المثل الحسني القديم: اللي يعرف صنعة جمل ما يطيح. وصلت هذه الجمال لتوها، وقريبا ستنضم لبقية الفريق. في مكان آخر ينبش هؤلاء الأرض بلا كلل ولا ملل لجمع أكبر قدر من الملح. إنهم في سباق مع الوقت. هاي ورك الخباطة اللي نشوفه ونشوف الأدباش وتخبط النزام الرسالة اللي له ونرفدوه احنا علل ونمشوا به شورى ولاية العيون. شي منه نبيعوه استفادوا به، وشي منه نمرسلوا به حيوان قلعوا شو يقلعوه بالحديد، عندهم اواشي كواجيل يخبطوه به ويقلعوه لين يدقدقوه كامل ويلايموه يعدلوه تلايمه كي مريره طويله نقولوا حنا، ويقبول السق كي مفرد كبير وكيف طبق عندهم سق من نصره ويملاوه ويصبوه في زقيبه مرتين ثلاثه متر. يحاول مصور الفريق أخذ صورة قريبة من انطلاقة القافلة، ولكن الرجال لا يسمحون لنا بالاقتراب أكثر، فمعداتنا قد تفزع الجمال المصطفة وتثير فوضى عارمة. قررنا أن نعود أدراجنا ونكتفي بالتصوير من مسافة آمنة. بعض التاريخ يبقى منحوتا في الحجارة الميتة، ولكن بعضها الآخر يظل حيا في نمط الحياة والثقافة المتوارثة. سيكون علينا أن نترك هؤلاء الرجال لعملهم الشاق. لا يزال الطريق طويلا أمامنا وغنيا بالمواقع التي نريد استكشافها قبل ارتفاع الشمس. يخبرنا مرافقنا عن وجود بئر مهجورة غير بعيد. نستدل على مكان البئر من خلال آثار البقر، وهي نادرة في هذه الربوع. ما يبدو هنا وكأنه آثار عجلات لمركبة ما، ليس سوى طريقا لقطيع من البقر نحو مصدر المياه. تعرف هذه الدواب بأنها دقيقة ومحددة بخصوص طريقها اليومي الذي تسلكه إلى مصدر المياه، وهو مصدر المثل الشعبي طريق البقرة، أي الطريق السالك والواضح. وتماما كما أشار مرافقنا وكما توقعنا، ها هو البئر المهجور أسفل الوادي. المكان خال من أي أثر للحياة، وقد تكون هذه البئر نضبت منذ زمن بعيد. منطقة الصحراء الكبرى كانت تعج بالأنهار والبحيرات، وهذا الجزء منها ليس استثناء. هذه البيوت المتناثرة تعرف بأوديات النمادي، ليست سوى مساكن لقبائل النمادي التي تمتهن الصيد منذ مئات السنين. هنا تتواجد مجموعة من هذه القبائل لا تكاد تتجاوز الألف نسمة. القرية تشبه خالية من الحركة هذا الصباح.
سيدات يبدون مشغولات بعمل ما، لا شك أنهن من النمادي. نريد الحديث معهن ولكن نقترب بحذر. البعض هنا قد تفزعه معداتنا الغريبة، لذلك يرابط مصورنا بعيدا ريثما أشرح مهمة الفريق للنسوة. تبدو هذه السيدة منهمكة بجمع حجارة صغيرة لبيعها للشركة التي تقول أنها تقوم ببناء خزان مياه في القرب. وحنا راينا شوها المركز المسمي مركز النمادي، احنا فيه مركز النمادي وتو نشتغلوا فيه كاملين، وعندنا مباراة من الحشيش وما عندنا ما قدرت وبانين، ولو ما شاو منين جاب لنا مولانا الشركة احنا نشتغلوا كنا في الحطاب زاد ينقالوا وينقالوا شغلة ينقال خياطة الخيام وشي ذاك نبتوا المعيشين به ورشاشر اليتامى. وقت جاب لنا مولانا الشركة شو عدنا نشتغل وهي شغلة قرافي نشتغل وفيها ونويجوا الوتا نحصروا أنا والشاسرة نويجوا الوتا الحمد لله، وعدنا نحصروا منها 7000 نمشوها تجينا بها زقيبة والله نص زقيبة وهي العايشين بها الحمد لله. وتو فضل من الله والله ما تجينا من شهر الدولة تجينا منها الإسعاف تجينا من هيش. المنطقة لا تخلو من بعض المشاريع المائية، ولكن كثيرة هي الآثار الغير محمية التي تصادفك هنا. فحول هذه الهضبة توجد آثار لما يبدو أنه بناءات حجرية تعود إلى فترة مبكرة جدا من تاريخ المنطقة. ينبهر الزائر بهذه الواحات الغناء وسط هذه البيئة القاسية، وعدد النخيل يشي بأهمية الزراعة الواحاتية في حياة أهل المنطقة هنا. فاقتصاد النخلة من أقدم النشاطات المعروفة في الصحراء. المكان محبب للإبل كما يبدو، والسبب الماء، إنه الذهب الحقيقي في هذه الأرجاء. وهذا يوم السقاية بالنسبة لهذه الإبل بعد أشهر من العطش. لحظات مشحونة بالتوتر، يجب أن تشرب هذه الدواب حتى الثمل، وقد تمضي عدة أشهر قبل أن ترى قطرة ماء مرة أخرى. سيكون يوما طويلا، لذلك يتسلى هذا الصغير بإعداد الشاي للرجال المنهمكين في السقاية. يتدرب الصغار هنا على معايشة الإبل في السن المبكرة، فهذه الدواب تكاد تكون مصدر الحياة الوحيد بالنسبة للبدو في هذه البيئة القاسية.
يودع صديقنا الصغير، وتمر بنا قافلة متجهة إلى أقريجيت فنقرر مرافقتها، ولكن من بعيد. أزيز محرك سيارتنا قد يشرح كبرياء الجمال، بعد كل شيء فهي تنافسها في بيئتها الأصلية. تستطيع هذه السفن الحية أن تسير في الفيافي لعدة أشهر وفي أحلك الظروف دون قطرة ماء. نترك القافلة تحط الرحال، فيما نتجه لاستكشاف هذه البلدة الهادئة. أقريجيت هي ثالث بلديات مقاطعة تيشيت، بلدة مأهولة بساكنة معتبرة مقارنة بنسبة الكثافة المتدنية في هذه الربوع بشكل عام. برودة الجو تطبع البلدة بنوع من الهدوء هذا الصباح. توفر قمم مرتفعات أقريجيت الرملية مكانا مفضلا للاستمتاع بأشعة الشمس اللطيفة ساعة الضحى. تقع بلدة أقريجيت على بعد 35 كيلومتر من مدينة تيشيت. أما هضبة أقريجيت وجهتنا الأخيرة فلا تزال على بعد 8 كيلومترات خلف طريق صخري وعر، لذلك نغادر البلدة في اتجاه الشمال. الطريق وعر بسبب الصخور ويحسن التروي، وعلى أي حال المناظر هنا تدفعك إلى عدم التعجل. وقد تصادفك هنا بعض القوافل المرتحلة إلى البلدات الصغيرة المجاورة. الجبل هنا أسرع من السيارة، لذلك نراقب القافلة المبتعدة ونكتفي بتلويحة من بعيد. إنها حياة البادية في صفائها الأول وانسجامها وتناغمها مع الطبيعة. لا تلوث ولا ضجيج ولا قلق. إنها من الرحلات التي لا تحتاج فيها لهاتفك الذكي، فأنت هنا خارج الشبكة وخارج التغطية، والفضاء مفتوح أمامك يبعث في نفس الزائر إحساسا بالحرية والانطلاق. وأخيرا جبل أقريجيت ينتصب هنا وحيدا خارج حدود البلدة التي تحمل نفس الاسم. هذه أقريجيت الأولى وبنسختها الخالية من الساكنة على الأقل منذ 5000 سنة الأخيرة. المكان خال سوى من بعض الخيام عند أقدام الهضبة. يعيش أعمر في هذا المكان المنعزل منذ 40 سنة، يحظى اليوم باعتراف السلطات واحترام الأهالي، ويساعده بعض الشباب من البلدة في مهمة إرشاد الزوار. جاء عامل إذا جاء النصراني هون قلت لك وقبل شمي العمال وهو هنا فيها شهر شسقر فيها هي هاي الشيء اللي صار فيها وعملوا العمال اللي قاضوا يرموا هذه الحيوط اللي كانوا طايحين اللي شفتوا كان شي منهم طايح ويرجعوا وخارج بليزة فما فيها هو ومعاه نصرانيتي دخلوها ولا خلوا حد يلحقها هو سوف الشهر يشتغلوا في هذين مضى ذاك الشهر طلعوا لها صناديق وزاروا في هذاك الدائرين وقفلوهم عليه وصاوا فينا وقالوا لنا يلا شغلوا واحد هذا العام سابق حرب الصحراء الله عاقبه هذا سابق حرب الصحراء هذا سابق حرب الصحراء والله زين
يتحدث أعمر عن زيارة موثقة لعالم الآثار الفرنسي هنري جاك إيغوت للموقع في العام 1977. كان أعمر حينها من ضمن 40 عاملا شاركوا في عمليات الحفر. نلتقي قبل صعودنا ببعض المهتمين بالتاريخ من أبناء الوطن. جاء هؤلاء في بعثة من اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، فكانت فرصتنا لنأخذ منهم بعض المعلومات حول الموقع. عند قدم الجبل نفترق مع الرفاق الذين عادوا للتو من رحلة صعود ونزول، وهم بالتأكيد لا يريدون إعادة الكرة. سيكون علينا أن نقوم بذلك لوحدنا، لذلك لا نجد بدا من التقدم. ولكن لا بأس مع ذلك من وقفة في منتصف الطريق. هنا لا نزال بعيدا عن القمة، ولكنه شوط مهم، وبالنسبة لبعض من سبقنا قد يكون إنجازا يستحق النقش على الحجارة. ارتقاء السلم ببطء قد يوفر بعض الطاقة. المشهد الذي يستقبلك في الأعلى يستحق مشقة 300 متر من التسلق، ولا يمكن للزائر مقاومة إغراء توثيق اللحظة حين يكون في مواجهة هذا القدر من التاريخ. لا شك أن العالم الفرنسي عندما صعد إلى هذا المكان لأول مرة منذ 40 سنة صدم بهذا المشهد، فهذه لا يمكن سوى أن تكون جنة من الآثار المفتوحة على مصراعيها لكل من يدفعه الفضول العلمي إلى جمع الخيوط الكاملة لقصة هذه الحضارة المغيلة في القدم. لم تكن أقريجي تختلف عنها اليوم وحين وفد الشريف عبد المؤمن وأسس مدينته الشهيرة على بعد 40 كيلومتر من هنا قبل 900 سنة. حتى 9 قرون لا تعد فترة طويلة مقارنة ب4000 سنة، هي ما يرجح الخبراء أن تكون عمر هذه الأطلال. ظلت هذه الحضارة المغيلة في القدم منسية فوق قمة هذه الهضبة المهجورة إلى وقت قريب، وذلك في 70 القرن الماضي عندما شهدت المنطقة حملة من الأبحاث الأركيولوجية قادها علماء فرنسيون بالتعاون مع المعهد الموريتاني للبحث العلمي الوليد حينذاك. ظلت هذه الآثار في العراء تحت الشمس والهواء وعوامل التعرية وعبث أيادي الزائرين على مدى 10 قرون، ولكن ليس للزمن ولا لعوامل التعرية سلطان على هذه الحجارة الصلبة، لذلك لا تزال هذه الأواني حيثما تركها مستخدمها منذ آلاف السنين.
وحول عمليات الحفر التي قام بها عالم الآثار الفرنسي هاري جاك إيغوت في الموقع، نلتقي بالشيخ العمر ونترك خبرته في المكان تقودنا إلى مكان عمليات الحفر قبل 40 سنة. هذا موقع تم اكتشاف فيه من طرف الشركة الفرنسية اللي جات هون 1978، كانت هون ترمم المدينة وكانت تبحث، وفي نفس الوقت احنا ضربنا في الموقع اللي تم فيه اكتشاف تراث المدينة. هو حالا هو اللي تراعي فيه، هو واقف امامه هذا الحفر ضرب، هم اللي كانوا هون، الشركة كانت تحفر لين تم كشفت عن 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 تراث المدينة هون في الموقع ذاك اللي احنا امامنا، اللي المشاهد كامل راعي فيه واللي كامل احنا موجود راعي فيه. هذا الموقع هو اللي تم فيه اكتشاف ذاك التراث، ذاك التراث قبض ذيك الشركة ومشات به الى يومنا هذا، احنا ما قطرين عنه شو اسمه وشنو. وقال لكم على مجبر شنو؟ حسب الناس اللي قائمة على العمل قالت انهم كانوا هون سباركين معاه يحفروا، من يترى اخر الحفر قبولوا لا الفئة اللي منهم قبول لا نوعيتهم، هم اللي تولاوا العمل الحفر، والمول الثانيين اللي كانوا معاهم قالوا لهم انهم قادروا بالعمل، وبدأوا هم من انفاسهم ينقبوا، لكن اللي قبل صباح العمل توقف. ومهما يكن من عدم ارتياح الساكنة هنا للمنقبين الأجانب، إلا أن البحث الميداني الذي قام به العالم الفرنسي هنري جاك إيغوت يعد أول دراسة علمية شادة لموقع أقريجيت، وقد ضمنها في كتابه القيم الصحراء الكبرى قبل أن تكون صحراء، ويعد اليوم من أهم المصادر العلمية التي اعتمد عليها باحثون غربيون من أمثال العالم الفرنسي الشهير تيودور مونود. في مكان ما من قمة الهضبة نتبع دليلنا لاستكشاف بعض الرسوم الحجرية ذات الدلالة الكبيرة بالنسبة للباحثين. أنا أعلن هذه البقرة اللي شاهدها المشاهد ذلك أمامنا في الصورة هي البقرة اللي مسمي عليها هذا السد ذلك اللي هو ينقال سد القرارة، قرارة البقرة في الأسفل هناك. هذا السد ذلك تراعي فيه هو السد الوحيد هون في المنطقة، هو فيه كما سلفت هو السد اللي تم اكتشاف فيه أول ذرة هون على مستوى أفريقيا عامة. هذا السد ذاك اللي تشاهدونه ويسمى بقرة البقرة، البقرة هي اللي هي يراعي فيها المشاهد ذاك حالا، هي اللي بين يدينا ذاك اللي مصورة على الجبل، مصورة الدنيا اللي كانت الآدمية اللي كانت هنا تياهي مصورة هذه البقرة. وادي البقرة أو قرارة البقرة تطلق على هذا الوادي في الأسفل، والسبب هو ما يوجد في هذا الجرف العميق المطل على الوادي. هذا هو رأسها قامت جاية شوفها كعير قدامي إذا هم القاضين تحت، وهذا تراعي فيه ظهرها كامل، وهذه بطنها، هذه بطنها كاملة مازالت، وهي صرتها، هاي واك صرتها حالا اللي أنا ما عندها وهي مجاية تراعي فيها قابلة كامل. أيوة شوف هذا رجليها الورانيين، بما أنك تكوك عيه قدامي شوف رجليها الورانيين شوف، وهذا راك كل ما أعرف لكان ذكر كانوا من زين يقولون خلطهم كان الأمور هذا مصور حق الله، لا إله إلا الله مصور مصور مودي ما تلا حرقع أبدا، هو مصور ولا عبد الحديد والله الحجار. إنه أكبر نقش حجري بين أخرى تنتشر في الموقع لحيوانات مختلفة، ولكن غير مألوفة في هذه البيئة الصحراوية، وثمة أشكال حيوانية غير معروفة في عدة مواضع. دعا
تماما مثل هذه الثقوب في الحشارة المنتشرة في كل مكان والتي تشد أعين الزوار في دقة نحتها وتجعلك تتساءل ما إذا كانت نتيجة لعوامل طبيعية أم الصنع الإنسان. كثير من الغموض سيظل يلف هذه الحضارة الشيتية القديمة ربما في انتظار أجوبة قد تأتي بها مزيد من عمليات التنقيب. عودة إلى تيشيت، نشعر بأننا نعود إلى مدينة حديثة على علاتها مقارنة بعوالم ما قبل التاريخ التي شئنا منها. نعود بأسئلة تثير الفضول والخيال، ولعل في ليلة تيشيت متسع لكل ذلك. وغدا بحول الله سيكون علينا أن نترك المدينة العريقة مع ساعات الفجر الأولى. تشرق الشمس فوق الصحراء 50 كيلو فيها غرب مدينة تيشيت. أغنيتير أو الكهف المظلم هو وجهتنا هذا الصباح. يقودنا إليه الفضول وأحاديث بدو المنطقة. يقبع هذا الكهف في الظلام منذ الأزل. وربما كان يستخدم منذ آلاف السنين كملجأ أو مأوى لإنسان الكهوف. اللي اكتشفت منه حتى الآن هو عبارة عن صالة تمتد على طول 33 متر وفي عرض 12 وصالة جانبية تمتد على طول 17 متر في 11. هذا هو عبارة عن منزل بهذا الشكل الطبيعي يدخل فيه الإنسان الله أعلم. أهم ما يميزه أنه يتصف بصفات الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال صدق الله العظيم. إذا استقبلت القبلة هنا عند الشروق ترى أن الشمس تظهر وعلى يمينك إلى النهاية حتى الشروق تدخل منها هنا قدر دائرة. أرضية الكهف التي تغمرها الرمال المتراكمة منذ آلاف السنين قد تدفن الكثير من الأسرار في انتظار أيادي المنقبين. توجد فتحات يدخل منها نور الشمس. ولكن في الأماكن العميقة يسود الظلام التام. هنا لا شيء يزعج الخفافيش في هذا المكان المنعزل أمام إصرار مصورنا على أخذ لقطات من هذه الطيور المنعزلة. نضطر إلى استخدام المصابيح اليدوية. وأخيرا يحصل صاحبنا على ضالته.
احتفال ليلي راقص في عز النهار. أغنيتير أو الكافي المظلم ليس سوى واحد من 500 موقع في المنطقة فيما يعرف بحضارة تيشيتا القديمة، حضارة ستبقى غامضة وسيتطلب فك طلاسمها الكثير من البحث والتنقيب. أما نحن فيجب أن نأخذ طريق العودة إلى تيشكجا لنكمل بذلك آخر فصول الحكاية، حكاية الطريق إلى تيشيتا.